عموما المشاهد الكرام لمعرفة المزيد ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة يكوتي. أهلا بك يا رائد. أهلا وسهلا. نشاهد تحركات أسعار النفط تواصل مكاسب امتداد الجلسة السابقة. توقعاتك في ظل اجتماع أوبك خلال الأسبوع القادم أو في خلال يونيو القادم، هل هناك فعلا تحركات نحو الأمام ارتفاع؟ طبعا نحن عندنا ب 2 يونيو اجتماع أوبك بلس، والتوقعات بشكل كبير تشير إلى إبقاء التخفيضات الطوعية، ولكن على جانب آخر خلينا نقول في عندنا مجموعة من العوامل التي دعمت النفط من أنه يكون ما عندي تراجعات كبيرة جدا. مثل ما تفضلت بتقريرك، في عندي الآمال بأنه يكون في عندي طلب أكبر على استهلاك الوقود في فترة الصيف وفترة التنقلات والإجازات الطويلة. في نفس الوقت لدينا بعض النقاط المهمة التي ننتظرها من الصين على وجه التحديد. نحن ننتظر قراءات متعلقة بالبي ام آيز، والتي تشير إلى تزال تشير إلى توسع فوق قراءة 50 عند 51.6، وهذا يعطيني أيضا أنه الطلب ليس بالسيء على أسعار النفط. ومع ذلك كان في عندي تراجعات مع غياب العامل التوترات الجيوسياسية كمؤثر ومحفز رئيسي للحركة في الفترة الماضية التي ساهمت بهذه الارتفاعات الكبيرة. لا يزال سعر النفط نوعا ما متماسك عند WTI عند 78 دولار للبرميل، وربما يكسب مزيد من الزخم حقيقة مع اقترابنا أكثر نحو اجتماع الموعد ب 2 يونيو أوبك بلس، اللي ممكن يعطي نوعا ما أمان واستقرار وتوازن أكثر لأسعار النفط مع بقاء التخفيضات الطوعية لفترة أطول. رأيت خلينا شوي نذهب إلى الفائدة الأمريكية، لا تزال تشير احتمال تزايد احتمالات الرهانات المتداولين على احتمال رفع الفائدة بأكثر من مرة، ما رأيك في العالم؟ بدأنا العام بست مرات، الآن نحن محصورين بنطاق ضيق، بدأت تضيق جدا إمكانية رفع أسعار الفائدة في شهر يونيو، لا تزال الفرصة متاحة في شهر سبتمبر وفي نهاية تعاملات هذا العام أن يكون على الأقل هناك رفعتين لأسعار الفائدة، وخلينا نقول إنه ذلك سوف يكون أكثر من كافي للأسواق تشير أب أو أنه لتتحمس وتتحفز بالاتجاه الصاعد. هذا يعني أنه لا يوجد هناك مدى طويل لأسعار الفائدة المرتفعة، أي أنه ممكن أن ينتهي هذا السيناريو السياسة المتشددة باجتماع شهر سبتمبر، وهذا بكافي أنه يعطي زخم كافي للأسواق اللي هي أصلا ما تراجعت بشكل كبير جدا ولم تحظى بتصحيح عميق نوعا ما. سوف تعود للارتفاعات مرة أخرى، ربما أنه يكون في شهر يونيو نوعا ما عدم وجود أي رفع لأسعار الفائدة يمثل نوع من التصحيح في الأسواق بشكل عام. ينصب التركيز أيضا رائد على مؤشر التقرير أسعار الإنفاق للاستهلاك المفترض أنه يخرج خلال نهاية هذا الأسبوع، وهناك توقعات من المحللين بارتفاع بنحو 20%. حقيقة نحن عم ننتظر البي سي اي وهو الانفاق الشخصي الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد القراءات المهمة التي ينظر إليها الفيدرالي. لا يريد أن يرى التضخم ستيكي عنيد صعب الهبوط، إذا هبط إلى 0.2% يعني هو أقل من الارتفاع السابق الذي كان ب3%، وهذا بحد ذاته كافي أن يمهد قرار الفيدرالي القادم لتقليص أسعار الفائدة، وربما لا يوجد حاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. أي قراءة أعلى من ذلك ستشكل صدمة للأسواق، تعني أنه حتى سبتمبر ربما لن يكون هناك تقليص في أسعار الفائدة. نعم، صورة واضحة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا لك رائد. شكرا.